طيب هنروح لفريق السباحة التوقيعية. احنا زي ما قلنا لحضراتكم كل الألعاب في النادي الأهلي احنا سواسية، فلازم كل نشاط بيحصل احنا بندعمه بكل قوة. السباحة التوقيعية في النادي الأهلي بقيادة الكابتن طارق الصغير، خلينا نقول لكم حاجة، انه كان فترة من الفترات بعد جامد جدا عن المنافسة وترك الساحة للأندية الأخرى تنافس. النادي الأهلي دلوقتي أقوى فريق في مصر، مش كده بس، النادي الأهلي بيعد كل لاعبات المنتخب، يعني يمكن منتخب مصر كله تقريبا من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيقوم بدور كبير جدا ورساله عظيمه لهذه اللعبه انه بيرعى اللاعبات وبيعدهم لمنتخب مصر. كابتن طارق الصغير قال لي ان احنا في بدانا في الاول بكل حرص في الاجراءات الاحترازيه، كان 3 ايام في الاسبوع كل تمرينه ساعه ونص، لغايه ما بدات اللعيبه تتمرن باحمال عاليه. بعد كده كان بيتابع اللعيبه في كل حاجه، وكان معاهم حتى فترة التوقف عشان الأوزان، وتعرفين السباحة التوقيعية دي لعبة نفس عالية قوي، فيعني النفس مهم، الوزن مهم. الحقيقة كان كابتن الأبطال لازم تروح تشوف استعداد الفريق وتشوف أخبارهم إيه، بيستعدوا للكاس إزاي، الدنيا ماشية إزاي. هنشوف التقرير اللي جاي وارجع لحضرتك تاني. كنا شغالين اونلاين مع المدربين الغطس والباليه واكيد السباحه وكره الميه كده برضو، بس انا بتكلم على اللعبتين اللي هم انا بأشرف عليهم. كان في اتفاق مع المديرين الفنيين كابتن طارق نبيل وكابتن ياسمين سعد وكابتن عزيزه ان احنا نشتغل اونلاين مع البنات، بالذات البنات الصغيره. انت لما بترجع كمان بعد 3-4-5 شهور في فرق بين الاولاد والبنات، عندك اجسام كبرت، اجسام بلغت، فلازم يتحط ده في الحسبان في الحمل التدريبي. هنبتدي الاول يمكن بالاعمار اللي هي الدرجه الاولى، زائد الاعمار اعتقد اللي عندها ثانويه عامه ومحتاجين درجات التفوق هنبتدي بيهم برضو. كل ده ما هو اذاعه، واحنا كاتبين عندنا الكلام دوت وجاهزين وبنتمرن على الاساس الكلام دوت. برضو حافظوا على الخطوات الاحترازيه، حتى لو الاعداد قلت، حتى لو المرض بدا يتلاشى، احنا برضو هنستمر على الخطوات الاحترازيه. عايزين مزيد من الجهد، عايزين نكسب، بس قبل ما بندور على المكسب احنا بندور على عوده الحياه الرياضيه لانديه مصر وللنشاط الرياضي بصفه عامه وللنادي الاهلي بصفه خاصه. فعلا دي كانت اطول فتره انقطع فيها التمرينات في الباليه المائي، وسعدة جدا بالعوده، بس طبعا على مراحل علشان الاجراءات الاحترازيه ونقدر نكمل فتره الاعداد ونقدر نكمل نوصل للبطولات ان شاء الله على خير من غير اي اصابات او اي حاجه. احنا تواصلنا معاهم عن طريق برنامج زوم، كنا مجهزين كل مدربين الفتنس ومدربين المايه بتوعهم، عملنا فتره اعداد كويسه علشان نقدر نشوف اوزانهم والاكل ونظام الاكل ليهم، علشان ما يبقاش في وقت ما نرجع في مشاكل لا في الوزن ولا في اللياقه بتاعتهم. بس احنا جزء من التمارين الميه بيبقى ليها جزء ارضي، فاحنا كنا بنحاول ان احنا نحافظ على المستوى اللياقه في الارضي علشان نعوض شويه التوقف عن الميه، بس طبعا ناقصنا كتير بعدم نزولهم الميه. احنا ابتدينا طبعا ما رجعناش كل الفرق الرياضيه، رجعنا من فريق 15 و18، فاحنا عندنا الفتره اللي جايه بنعمل فتره اعداد علشان عندنا بطوله الجمهوريه وبطوله كاس مصر، فهو ده اللي عاملينه فتره اعداد ان شاء الله، وهي دي البطولة القادمة اللي احنا منتظرين ان احنا نشترك فيها ان شاء الله. فرقت معانا قوي، احنا اصلا كان بقالنا كتير قوي مش بننزل يعني عشان الكورونا وكده، وكنا بنتمرن اونلاين، بس دلوقتي احنا بنتمرن في النادي وبنتمرن 3 ايام في الاسبوع، وعندنا حاجات معينة بنعملها، بنلبس ماسكس، مش بنقرب من بعض، الحاجات دي كلها عشان ما يجيلناش كورونا او كده يعني. بنتمرن طول الوقت اونلاين وكده، كنا بنحاول نعمل كل الحاجات اللي نقدر عليها علشان بعد كده لما نرجع ما نبقاش مستوانا اقل او كده. بصراحة دي كانت حاجة كويسة قوي ان هم على طول كانوا معانا وعلى طول كانوا بيخلونا نتمرن وكده، وكانوا بيركزوا معانا في الميزان وكده. احنا علشان لعبتنا على طول محتاجة ان احنا نبقى في المية على طول، ما بنبعدش عن البسين فترة كبيرة، فبالتالي كنا بنبذل مجهود اكبر بكتير في على الارض علشان نظبط الفتره اللي احنا بعدنا فيها عن الميه، ولما نرجع نبقى بشيب كويس وما يبانش الفرق ان احنا بعاد قوي كده. نحاول طبعا نبقى بعاد عن بعض، ما فيش اي احتكاكات ببعض من بعيد لبعيد، الماسك طبعا ما بيتقلعش، وممنوع نخش من غير ماسك وهاند سانيتايزر، ما ينفعش. دلوقتي احنا بادئين 3 ايام في الاسبوع، ساعه ونص او ساعتين، لازم بنبدا خفيف طبعا الاول علشان بقالنا كتير قاعدين بره الميه، بنبدا حبه حبه، وبعديها طبعا مع الوقت هيزيد بقى التمرين علشان داخلين على كاس مصر وبطوله الجمهوريه. كاس مصر اللي هو نهايه 2020 بدايه 2021،
لسه هيتحدد ميعاده. طبعا هنبدا بقى نتمرن له كويس عشان ده الاولويه، وبعديها في بطوله الجمهوريه بقى على طول شغالين. زي ما قلنا لحضراتكم في افتتاح القناة إن الألعاب الأخرى بيبذل فيها مجهود قد يعادل المجهود اللي بيبذل في كرة القدم طبعا مع شوكة الجماهير، ويمكن يزيد زي ما انتم شايفين في كل المجالات. النادي الأهلي شغال مع الأخذ في الاعتبار طبعا الإجراءات الاحترازية خوفا على سلامة الجهاز الفني واللاعبات. خلينا نطلع لفاصل إعلاني وارجع لحضراتكم عشان نستأنف معاكم أخبار الألعاب الأخرى.